حيث كانت ملاذا للقوات الحكومية عقب استيلاء المسلحين على كابول في سبتمبر 1996، ومنعت قوات المقاومة في الولاية عناصر طالبان من السيطرة على كامل البلاد. ومع تقدم حركة طالبان، تتجمع القوات الحكومية والميليشيات المحلية الموالية لها على طول حدود بانشير، وقد تصبح المنطقة حصناً لمقاومة طالبان، كما يستعد قادة المقاومة في الولاية لخوض حرب كبرى ضد طالبان